وبالتالي لو تمام استاذ ماهر خليك استاذ ماهر وصلت. دكتور احمد برقاوي عاد الينا. دكتور تسمعوني الان؟ انا اسمعك دكتور احمد. ما هي العوامل التي ادت الى تصدر ماكرون مره اخرى وخساره مرشح اليسار مغربي المولد مرشح فرنسا الابيه ميلانشون؟ نعم هذا السؤال في محله. الذي ربما جعل ماكرون يفوز بالمرتبه الاولى وبنتيجه ايضا نعتبرها تحسنت عما كانت عليه 2017 هو الخوف المواطن التونسي والشعب الفرنسي بصفه عامه من التهديدات الأمنية في ضوء الحرب الأوكرانية الروسية. زد على ذلك لا تنسوا أننا خرجنا من أزمة كوفيد وكانت لها تداعيات على الاقتصاد الفرنسي والاتحاد الأوروبي. فبالتالي أعتقد أن الشعب الفرنسي والناخب الفرنسي كان يريد أقل الأضرار وكان يريد الأمان في شخص إيمانويل ماكرون لأنه يعرفه. ربما لا يريد أن يعرف المجهول، لا يريد أن يقحم نفسه في شخصيات ربما ليس لها أقول تجربة، خاصة في مواجهة التهديدات والأزمات الدولية الحالية. هذا كان منتظر من إيمانويل ماكرون. كان من المنتظر أن يكون جون لوك ميلانشون ممثل اليسار، وهو الذي راهن عليه شريحة كبيرة أيضا من المسلمين الفرنسيين، إلا أنه خسر لأن كان هناك تشتت في الأصوات في اليسار. للأسف كانت هناك الاشتراكيين ما فازوا إلا ب 2% والحزب الشيوعي ما يقارب 3%. يعني لو توحدت هذه الأطراف لفاز جون لوك ميلانشون. الآن نحن في الدور الثاني. الدور الثاني ستكون هناك باعتقادي منافسة شديدة بين اليمين المتطرف وإيمانويل ماكرون، حتى أن بعض الشخصيات اليمينية التي عرفت معتدلة وكأنها تريد أن لا تصوت لصالح إيمانويل ماكرون، مثل النائب السيوتي الذي قال بالحرف الواحد وهو له طبعا خطاب متطرف، قال أنا لن أصوت لإيمانويل ماكرون، وكأنه ضمنيا يطلب من اليمين المعتدل وهو ينتمي إلى الشق فاليري بيكخاس التي خسرت هذا المساء وتحصلت على 4.6 فقط، وهي تعتبر خسارة وهزيمة كبيرة جدا من الناحية الرمزية، وهو حزب جاك شيراك. بالتالي أعتقد أن ستكون هناك منافسة شديدة جدا. ما زال جون لوك ميلانشون لم يعطي تعليماته لانتخاب إيمانويل ماكرون، وأعتقد أنه يريد أولا أن يناقش معه ويحاوره على مستقبل الانتخابات التشريعية القادمة أيضا. وبالتالي أعتقد أن جون لوك ميلانشون لا يريد أن يخسر الرئاسة ثم يخسر الانتخابات التشريعية القادمة البرلمانية. فأعتقد أنه ينتظر من إيمانويل ماكرون أن يمد يده. لكن دكتور